خيمة المعتصمين العلوميين أمام شركة نفط البصرة. ذولي ولد البصرة شباب اللي تعبوا على نفسهم 16 سنة في سبيل أن يحصلون شهادة ويعيشون حياة كريمة. هاي هذا وضعهم بالتراب، يعني صار لهم 3 سنوات معتصمين، ماكو مسؤول طلع لهم، ماكو وزير النفط ابن البصرة. شوف شلون رد، نفكر بالعلوميين. هذا رد، يعني نواب البصرة تقبلونها شبابكم هيجو ولدكم وبناتكم، هذا حالهم بالتراب. اسمع، الأسف المشتكى لله.